بهذا الفيديو رسميا راح تترك الخوف والتوتر بالمواجهات القريبة وراح يتغير لعبك ألف درجة. معنا بهذا الفيديو حل ثلاث أخطاء اللي يخلوك لاعب ضعيف بالمواجهة القريبة والكلاسيك. شاهد الفيديو للأخير عشان تستفادون. السلام عليكم. نبدأ بالصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا الفيديو ثلاث أخطاء تنزل كثير من مستواك وتخليك لاعب كثير ضعيف بالكلاسيك. حبايب الفيديو كثير مهم، أتمنى مشاهدة الفيديو للأخير. أول شيء عشان تستفادون وكمان حطيت لكم جيم بلاي، عدد قتلات عالي، سولو سكواد وفايتات كثير أسطورية، أكيد راح تنال على إعجابكم. حبايب بدون أي طالب المقدمة، أتمنى تتابعوني على حسابات المواقع التواصل الاجتماعي، كمان إخوان تابعوني على قناتي الثانية، حاليا عم أجهز لكم فيديو كثير حلو، أكيد راح ينال على إعجابكم. جميع رابط حساباتي تلاقونها بالوصف، رابط قناتي الثانية مثبته باول تعليق. اتمنى تدعموا المقطع باللايك، المهم يشترك بالقناه كمان يشترك. اتمنى لكم مشاهده ممتعه وخليكم مع الفيديو. نبدا ونقول بسم الله. حبايب بدايه اسف واعتذر على جوده الفيديو مو كثير عاليه، لانه هذا الجيم سحبته من البث المباشر، ما حبيت انه هذا الجيم ينحرق عليكم. ما شاء الله في عدد قتلات عالي وفايتات كثير اسطوريه. حبايب نبدا باول خطا. اول خطا هو الكيدي. اكيد راح تسالوني ماهر شو دخل الكيدي انه يعمل لعبنا ضعيف. في كثير ناس راح تفهم كلامي. اول شيء في كثير من لاعبين ببجي موبايل يدخلون على اللعبه عشان يرفع الكيدي، هم يقتل له 4-5 اشخاص ويرجع على اللوبي عشان يرفع الكيدي. حبيبي اذا انت كان عندك الكيدي 4-5 وبالاخير اذا بشيل لك خصم 1v1 راح يشيلك، ايش استفدت؟ كيديك 5 ولكن انت بالمواجهات كثير ضعيف. ترى الخوف على الكيدي انه ينزل او رفع الكيدي ترى يخلي لعبك كثير ضعيف، لانه انت بالمواجهه القريبه كثير راح تتلبك انه خايف تتفنش والكيدي راح ينزل عندك. اول شيء ما يضل عندك تركيز، اذا بشالك خصمين او ثلاث نوكت واحد منهم، همك انك انت تفنش النوك، ما همك انه تشيل اثنين الباقيين وتدبل سكواد ويصير لعبك كثير قوي، لا انت همك انه تفنش هذا النوك عشان يصير معك كلين او ثلاث، ترجع مره ثانيه وتحاول تجيب لك كلين عشان يرتفع الكيدي. حبايب ترى الخوف على الكيدي، الركض ورا الكيدي يقلل عندك التركيز، يظل عندك رعب وخوف باللعبه بشكل مو طبيعي. ركزوا على لعبكم، شوف اليوتيوبر، شوف الستريمر، شوف الناس اللي محترفه عندها الكيدي 6 و7. ليش؟ لانه هو همه يدبل السكواد بشكل كامل، فتشوفون انه عنده شغف، عنده متعه باللعبه، يحاول يشيل الناس كلها وما شاء الله يكون عنده الكيدي كثير قوي. لهذا السبب حبايب انتوا انتبهوا على لعبكم، اترك الكيدي هو يرتفع لحاله، اهم شيء تعيشون اللحظه وتلعبون المتعه وتكونون محترفين باللعبه. ننتقل على الخطا الثاني، وهذا الخطا جدا جدا كبير وعن جد خطا فادح، هو التقييم. في كثير ناس اكيد راح تفهم كلامي. حبايب التقييم ترى يخلي لعبكم كثير ضعيف. اول شيء في كثير ناس من لاعبين ببجي موبايل اول بدايه السيزون هم يجيب كونكر او هم يجيب مثلا ايس ماستر او يجيب ايس. حبايب ايش تستفادون اذا انت جبت ايس ماستر او جبت كونكر وبالاخير انت لعبك كثير ضعيف خصوصا بالمواجهه القريبه؟ حبايب التقييم كثير اثر على لعبكم، لانه انت خلاص تركب سياره تروح تسافر على اخر الخريطه لاخر الزون عشان تواجه لك خصمين تشيلهم بالغدر او تشيلك بوتين وبالاخير ترى لعبك كثير يظل ضعيف. اول شيء حبايب التقييم يخليك تخاف من الناس، ما تبش، ما تتعلم على اللعبه، ما تكون محترف، لانه انت همك خلاص تظل لاخر الجيم عايش، بالاخير تقتل لك قتلتين وتطلع على اساس انه انت تقييمك عالي وعلى اساس انت ما شاء الله لعيب وجايب كونكر. حبايب مثل ما ذكرت ترى التقييم يخلي لعبكم كثير ضعيف، لانه بالمواجهه القريبه يظل عندك خوف، يظل عندك شتات، ما عندك الروح القتاليه مع الناس، مثلا تفوت بتيم كامل، حاول تدبل اثنين او ثلاثه او اربعه، ترك الكيدي، ترك التقييم، حاول تعيش اللحظه، العب بوش، العب المتعه، انت منزل اللعبه بالاخير عشان تبش وتستانس. ايش يفيدك التقييم وايش يفيدك الكيدي؟ مثل ما ذكرت حبايب ترى التقييم تركب سياره وتروح على اخر الدنيا ترى ما راح تستفاد شيء، حاول تنزل بنص الناس وتجلدهم واترك الكمبره والتقييم والكيدي للناس الفاضيه اشغال. حبايب بالنسبة للخطأ الثالث أو النصيحة الثالثة، هاي اعتبروها خطأ وبنفس الوقت نصيحة. أول شيء ببجي موبايل مقسوم على قسمين، مقسومة على احتراف وتكتيك وتركيز، ومقسومة إنه يكون عندك جوال 90 فريم وبنقك حلو ويكون عندك الإيم بدون ضياع، يعني يكون إيمك قوي بالأخير. أول شيء للناس اللي عندها 20-30-40 فريم، يعني جوال ضعيف وتحس إيمك بالمواجهة القريبة كثير ضعيف، أنت لا تخاف من إيمك، لا تخاف من جوالك، حاول يكون عندك تركيز، حاول يكون عندك تكتيك، تسحب الخصم اللي عندك وتحاول تشيلهم، يعني لا تخاف من إيمك،
لا تخاف من جوالك، لا تتلبك، حاول تخلي لعبك كثير تركيز وكثير قوة وكثير تكتيك وتحاول تدبل الناس. وبالنسبة للنصيحة الثانية لكم، أكيد في ناس تلعب 60-90 فريم عندها البينج حلو ويكون عندها الايم كثير كثير قوي، لا يغشك ايمك وتبلش تبش، ترى اللعبة كمان مبنية على التركيز، ايمك قوي تفوت بين 3 أو 4 أشخاص راح ينتفونك تنتيف وتطلع آخر شيء أكيد نوك فينش مباشرة. ليش؟ أنت تحاول تعتمد على قوة ايمك، تعتمد على جوالك، ولكن لازم 70 أو 80% تعتمد على تركيزك، على قوة لعبك وعلى التكتيك، سواء جوالك كان ضعيف أو قوي، خلي التركيز، خلي التكتيك، خلي نشاطك باللعبة يكون أفضل من الايم. فحبايب ما شاء الله أنا مرات كثير ايم يكون قوي قوي، مرات أتورط وأدخل بنص تيم، أنزل أول أنزل الثاني، أكيد الثالث أو الرابع راح يشيلوني. فحبايب مثل ما ذكرت لازم أنت تترك الكيدي، لازم تترك التقييم، لازم تترك أنه والله أنا جوالي قوي أو جوالي ضعيف فظل خايف فظل متلبك، لا لا خلاص خلي عندك قوة تركيز وقوة شغف باللعبة، وخلي يكون عندك كثير تكتيك، وإن شاء الله راح تصلون لليفلات عالية. حبايب طولنا كثير بالكلام، أخليكم مع الجيم، أتمنى دعم المقطع باللايك، أنا مشترك بالقناة كمان يشترك، الله يسعد لكم جميعا ومشاهدة ممتعة. لا تموت حبيبي، لا تموت دخيل الله، إيش 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 مخك أنت؟ راح اسحبهم جوا هيك كفرات، بدي اشقهم شق وربي. ابلعوا له، ابلعوا يا زلمة، ابلعوا يا اخي، انت ما تموت، الحب يموت، موت قسم بالله، هذا ما يقبل يموت يا شباب، ايش عندي الدمج الوهمي هذا؟ تبع البنزين مرة ثانية يا غبي. ليش 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 طيب ليش طيب موت تفنش جاب عن جد. شوفوا الجيم انا انقطعت نفسي منه من الدمج الوهمي اللي فيه.